بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإيانا في باب السلم: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر شروط السلم وبينها انتقل إلى المسائل التي تتفرع عن الشروط، ونحن بينا في الدرس السابق الشروط التي اتفق عليها الفقهاء واختلفوا فيها في تحقيق بيع السلم. جاء إلى مسألة تتعلق بالأجل، وقلنا إن اشتراط الأجل كما هو عند جمهور الفقهاء يتناول مسألتين: مسألة السلم يشترط فيه الأجل، يتفرع عليه أنه لا يجوز سلم الحال خلافا للشافعية وبينا المسألة. ثم إذا وجد في السلم أجل فإن الأمة أجمعت كما قال غير واحد من أهل العلم على أنه لا بد أن يكون الأجل معلوم، وهذا لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم إلى أجل معلوم. فاشتراط الأجل أن يكون معلوما بالإجماع، فإن كان الأجل مجهولا بطل السلم اتفاقا. طيب، لما علمت هذه القاعدة جاءتنا مسألة، وهي قول المصنف: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. طيب، صورة هذه المسألة هي كما يمثلها الفقهاء: مثلا رجل له محل ويبيع فيه مثلا الحليب، فأنت تعقد معه صفقة في بداية الشهر مثلا وتعطيه 500 ريال، ثم تقول له: هذا المبلغ سلما لمدة شهر في الحليب، تسلمني كل يوم لتر من الحليب. فالآن هذه البيع يعتبر سلم. لماذا؟ لأن قدم الثمن والمثمن مؤخر وهو موصوف حليب من نوع كذا وكذا، لكن الآن قبضه يكون على دفعات في آجال متفرقة، ف500 ريال هذه مقابل أجزاء من الحليب التي هي ممكن في نهاية الشهر كلها تكون 30 لتر، لكن أنت سوف تقبضها يوميا. واضح؟ فلهذا قال المصنف عن هذه الصورة: نعم، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. في أوقات معلومة، كأنه يقول إن تعدد الآجال في السلم على أنه يقبض بكمية معلومة إلى أجل معلوم أن هذا جائز لا حرج فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم إلا رواية عند الحنابلة أو رواية عند الشافعية أو القول الثاني الشافعية، فإنهم منعوا من هذه الصورة، منعوا منها. لماذا؟ لوجود الغرر في الأجل، ولكن الجمهور يقول إن الغرر هنا منتفى لأنه قد حدد المدة الزمنية وحدد كم يقبض في خلال اليوم، فلهذا كان ما قاله الجمهور أرجح لوضوح المسألة، وخاصة أنه قد ضبط في المقدار الذي يستلم وفي الزمن الذي يستلم فيه. الأحناف عندهم مجاز، عند
الشافعية والحنابلة، واضح؟ ولكن حتى المعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة هو القول بالجواز، لأنك إذا نظرت إلى المسألة تجد بأن السلم قد تحقق الشروط، فإن رأس المال قد سلم والأجل قد وجد ثم المقدار وجد، إلا أنه يقبض على دفعات، ولكن كونه يقبض على دفعات لا يؤثر، لأنه إيش؟ قد حدد فيه الزمن. نعم، هذه المسألة الأولى. وإن كان ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. طيب، هاتين مسألتين ذكرهما المصنف رحمه الله بعدما ذكر شروط السلم، وهاتين المسألتين هي مسألة التعدد. فهنا تكلم في المسألة الأولى في متى يتعدد الزمن، الآن عكس، قال إذا تعدد المسلم فيه فهل يجوز أو لا يجوز. الصورة الأولى واضحة، واضح كيف تعدد الزمن. طيب، الصورة الثانية التعدد في إيش؟ في المسلم فيه، وهو أن يدفع، وصورتها أن يدفع الرجل للرجل مثلا 500 ريال على أن يسلمه فيها بعد شهر مثلا 10 كيلوغرام من القمح و10 كيلوغرام من السكر، فأعطاه شيئين بمقابل ثمن واحد، لكن الشيئين هؤلاء سيأخذهم بعد شهر في مدة معلومة. الآن تعدد عندنا إيش؟ تعدد المسلم فيه، واضح؟ مثل ما تعددت في الصورة الأولى إيش؟ الآجل، واضح الصورة؟ يعني هو أن يدفع ثمنا واحدا إلى أجل معلوم من أجل أمرين أو ثلاثة. فعندنا في هذه الصورة دفع 500 ريال على أساس بعد شهر يأخذ إيش؟ 10 كيلو قمح مثلا و10 كيلو سكر، فإذا 500 مقابل هذين الاثنين، واضح؟ طيب، هذه الصورة ماذا قال فيها المصنف؟ وإن كان ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. قال المصنف إذا وقع السلم على جنسين بثمن واحد ولم يبين مقدار كل جنس من الثمن لا يجوز. فإذا أطلق وقال 500 مقابل 10 قمح و10 سكر لا يجوز، لكن لو قال هذه 500 300 مقابل القمح و200 مقابل السكر جاز. وإذا بين مقدار كل من الجنسين بثمنه جاز، واضح؟ طيب، إذا بين المقدار اتفق الفقهاء على الجواز، اتفق العلماء على أنه إذا بين مقدار الجنسين أو الثلاثة وحدد مبلغ كل واحد منهما جاز، لكن إذا لم يحدد وقع الخلاف في ذلك. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا العملية من السلم جائز وإن لم يسمي أو لم يحدد مقدار الثمن، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية وكذلك في رواية هنا إلى أنه لا تجوز حتى يبين المقدار، واضح؟ طيب، الآن دفع 500 على أساس يأخذ قمح وسكر، لكن ما بين كم نسبة القمح من 500 أو السكر من 500. قال جمهور الفقهاء من بينهم الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة أن هذا جائز، وذهب الشافعية والحنابلة في قول لكليهما إلى أن هذا لا يجوز، وهذا الذي درج عليه المصنف هنا وقال بأن هذه العملية لا تجوز حتى يبين المقدار. طيب، ما هو الدليل على عدم الجواز؟ قالوا لأن السلم متعلق بالذمة، مثل ما قلنا السكر والقمح غير موجودين، سيستلمهم بعد شهر، إذا تخلف وما استطاع أن يوفي أحدهما ووفى الثاني سندخل في الغرق، فيوجد هنا نوع جهالة، وهذه الجهالة تقود بنا إلى غرر، فلهذا والغرر ممنوع في الشرع، والسلم
قد خرج على خلاف القاعدة أو على خلاف الأصول، فنقول إن هذا العمل لا يجوز لأن فيها جهل في الثمن يؤدي بنا إلى الغرض. واضح؟ طيب لماذا؟ بعد شهر صاحب الذي أسلم ما استطاع أن يأتيك بالسكر وجاء بالقمح وقال خذ هذا القمح، أما السكر ما استطعت أنني أوفيه. طيب كيف يفعل الآن؟ هو أخذ 500 مقابل السكر مقابل القمح. طيب لكن السكر ما استطاع يوفيه، كم يخصم من 500؟ غير محدد. فلوجود هذه الجهالة أو لوجود هذا الغرض الذي أدى بنا إلى هذه الجهالة قال إن هذا لا يجوز. واضح؟ حال قول المالي. أما المجيزون فقالوا إن السلم نوع من أنواع البيوع. واضح؟ ونحن وأنتم نتفق على أن البيع إذا وقع في ثمن واحد على عدة أمور أن الصدقة تجوز، وهذا بالاتفاق. يجوز أن تشتري بألف درهم كتاب وقميص كلهم مجموعة في ثمن واحد. واضح؟ فإذا جاز في الحال وهو في البيوع فإن السلم نوع من أنواع البيوع، فإذا يجوز كذلك هذه الصورة قياسا أو إلحاقا بالعموم. إلحاقا بالعموم، إذا جاز في بيع في البيوع العالية جاز في بيع السلم. وإذا قلنا إن هنا غرض وهنا جهالة فنقول مثل ما لو تخلف ووجد عيب في أحد الأجناس الحالة كذلك يجد عدم تخلف أو تخلف في الأجزاء المستقبلية. لأنك إذا بعت له الآن ب500 درهم حالة 500 يقابل 10 كيلوغرام من السكر و10 من القمح، لما تمت البيع وهذا بالاتفاق يجوز، وجدت بأن القمح هذا لا يصلح فيه عين، فإيش يكون العمل هنا؟ يقدر القيمة. فكذلك تقدر إذا وقع بالله بالسلام تقدر القيمة إذا تعذرت. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجع، لأن السلم هو يأخذ أحكام البيع. فلهذا لما جازت هذه الصفقة في البيع وكان الغرر فيها معتبر كذلك اعتبر في حالة وقوعها في السلم. واضح المسألة؟ طيب شيخ، إذا كان في دمج مثلا تعدد مسلم مع تعدد الزمن مثل مثلا أكثر المادة بأكثر من زمن سكر حاليا مثلا كل يوم نفس المادة ما في مشكلة، يعني إذا دمجت بين المسألتين وتعددت المسألة إذا علم الأجل وعلم الثمن خرجت من الجهل. نعم. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. طيب هنا بدأ المصنف الآن يبين لنا في السلم المسائل التي تتعلق باستيفاء السلم. الآن تمت عملية السلم وهو أنه قدم رأس المال وحدد أجل معين على أن يسلمه السلعة التي وصفها بالأوصاف المعينة. واضح؟ طيب المسائل التي سيذكرها المصنف الآن وهي ما يقارب 4 مسائل تتعلق في مسألة استيفاء السلع. يقول الفقهاء إذا جاء الأجل فإن الشيء المسلم فيه لا يخرج عن أمرين اثنين، إما أنه يتعذر عليه أن يوفي له بالمعاملة، وإما أن يمكن أن يوفي له بالمعاملة. أنت بعته نضرب مثلا في القمح مثلا واحد دفع له مثلا 2000 درهم على أساس يأتيه بقنطار من القمح، واتفقوا أنه من القمح من النوع المصري باللون الأصفر في قشره ووضح الأوصاف إلى مدة شهر وأخذ المال. بعد شهر الشخص الذي باع القمح هذا هو عنده حالتين، إما أنه لا يجد الأوصاف التي قالها وإما أنه يجد. واضح؟ فإذا لم يجد
وهو حل الأجل، فيكاد الفقهاء يتفقون على أن رب المال بالخيار إلى أحد أمرين: إما أنه يمسخ المعاملة ويسترجع ثمنه، وإما أنه يمضيه إلى وقت آخر معلوم. لما جاء الشهر قال لي أخي أعطني السلعة التي في الأصل تسلمها لي، قال والله ما استطعت، السوق لا يوجد فيه هذا النوع من القمح. فماذا يقول صاحب المال؟ ماذا يفعل؟ إما أن يقول خلاص بما أنك لم توفيها في وقتها إذا ارجع للثمن، فيلزم بأن يرد له ثمنه، وإما أنه ينظره يعطيه مدة شهر آخر ويزال في مدة السلم، فيضع شهر أو شهرين إلى المدة التي اتفقان عليها. واضح؟ هذه بالنسبة للصورة الأولى، إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند الأجل. واضح؟ طيب نأتي إلى الصورة الثانية، إذا أمكن له التسليم. نعم. هناك إيش؟ ضرر على صاحب المال ولو أرجع له البيع كامل. نعم، ما لما تكلمنا عن السلم وقلنا السلم إذا وقع الضرر على صاحب الثمن وقع الضرر على البائع، لأن البائع خلال هذه المدة كذلك هو ذهب وتعب وحاول أن يجد فلم يجد، مثل صاحب المضاربة. صاحب المضاربة إذا تاجر وخسر المال إلا إذا دخل الخداع. دخل ايش؟ خداع. لا نحن ما نتكلم عن الخداع، الخداع هو السلم وخلاف السلم، نحن لكن نتكلم على هذا. هو باعه لماذا؟ لان الذي يبيعه بالسلم قلنا دائما لابد ان يكون الثمن ايش؟ لابد ان يكون الثمن اقل، لان لو كان حال كان الثمن اكثر، فهو من اجل هذا يبيع بيعا سلما، والاخر يوفر على نفسه المبلغ حتى يستطيع انه ايش؟ يشتريها بثمن اقل ويربح هو الفارق. واضح؟ فإذا لم يستطع أن يوفي، نعم، أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هو إذا تهاون في ذلك يكون له آثم من الناحية الشرعية لأنه ما وفى بالعقد. أما إذا لم يكن هناك من عند من طرفه تهاون فيكون لا حرج عليه، وصاحب المال بأحد الخيارين: إما أن يأخذ ماله يسترجعه، وإما أن يؤجله إلى أجل آخر. واضح الصورة الأولى؟ هل له أن يقلل السعر مقابل عدم استيفاء؟ لا لا يجوز، هذا ربا باتفاق. يجوز الشرط الجزائي هيك عفوا؟ لا لا يجوز، لا يجوز الشرط الجزائي هنا باتفاق، وإنما هو بأحد الخيارين: إما أن يسترجع ماله كاملا، وإما أن يحدد أجل، يحدد أجل آخر، ولا يجوز له أن يأخذ ثمنا إلا في بعض الصور ذكرها الفقهاء لا نتطرق إليها. طيب الآن لم يستطع أن يوفي، نذهب إلى إمكانية التوفي. واضح؟ إذا أمكن أن يوفي فإنها لا تخرج عن حالتين: إما أن يوفيه من جنس ما طلبه، وإما أن يكون من غير جنسه. واضح؟ هو أسلمه في إيش؟ في قمح، فإما يستطيع أن يأتيه بقمح، وإما أن يستطيع أن يأتيه بشيء آخر. هذه صور، صح؟ أما إذا كان من جنس ما أسلم فيه فهناك ثلاثة حالات: إما أن يأتيه بنفس الصنف الذي اتفقوا عليه، وإما أن يأتيه بأفضل من الجنس الذي اتفقوا عليه، وإما أن يأتيه بأرضأ من الجنس الذي اتفقوا عليه. أنت أسلمت له في قنطار من القمح إلى شهر، بعد شهر جاءك بنفس المواصفات التي اتفقتم عليها وهي الحالة الأولى، فإذا كان كذلك تمت عملية السلم الصحيحة، ويأخذ كل ويأخذ صاحب السلعة سلعته. واضح؟ إذا جاء بنفس الأوصاف ما عندنا إشكال. إذا جاء بأوصاف أعلى وأجود يلزم صاحب السلعة بأن يأخذه، واجب، لأن
الزيادة في الجودة لا تؤثر في الاتفاق على الأوصاف. واضح؟ فكأنه وفى له ما طلب منه وزاد من عنده شيئا تبرعا. قد لا تكون هذه حاجة يعني مطلب ما لم يكن عليه ضرر فيها، لكن نحن نتكلم من حيث الجودة. فإذا كان هناك ضرر تأتي إلى المسألة الثالثة، وهو أن يكون أرضى. الرداء ليس بمعنى الصنف، وإنما بمعنى صاحب السلع. أما إذا وجدت الرداءة فهنا لا نقول يجب أن يقبض، وإنما نقول يجوز أن يقبض بالخيار. مثلا عندنا مثلا في القمح المصري ثلاثة أنواع: نوع ممتاز مثلا أصفر، ثم يأتيه بعده النوع الحنطي، ثم يأتي الأسود. وهم اتفقوا على أساس أنه يعطيه قنطار من القمح المصري الأصفر الحنطي، وهو الوسط. فإذا جاءه بنفس المواصفات يلزم بأن يأخذ، وتمت العملية. جاءه بأفضل منه، فإذا قارن هو الأصفر أفضل من الحنطي، فيلزم هنا ويجبر على الأخذ، ولا يقول إن قد تخلفت عندي الأوصاف ولم تأتي بالشيء الذي اتفقت أنا وأنت عليه. أما إذا جاءه بالأسود فهو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء إيش وإن شاء رد. طيب هنا إذا جاءه من إيش؟ نفس الجنس، من نفس الجنس. أما إذا جاءه من غير الجنس، هو طلب منه قمح، هو ما وجد قمح، قمح ذهب وجاءه بسكر، يعني نحن مثال فقط. فهذه العملية يسميها الفقهاء عدم إمكانية، عدم إمكانية استيفاء ما اتفق عليه، فأراد أن يحولها إلى مادة أخرى. ماذا قال عليها المصنف هنا؟ ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. قال المصنف ومن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من عقد مع إنسان عقد سلم وسلف على شيء معين، إذا حل الأجل لا يجوز له أن يقربه إلى شيء آخر. طيب هنا إذا جئنا إلى الجنس، إذا لم يكن هناك اتفاق لا يجبر أحد على أحد. نحن نتكلم كل عن الاتفاق الآن، واضح؟ طيب نأتي إلى المسألة التي هي أن يستوفيه الآن من غير إيش؟ من غير جنس. طيب هنا من غير جنس تنقسم على قسمين: إما أن يكون المسلم فيه طعام، وإما أن يكون عروض. مثل ما قلنا في المثال، ماذا هو باع له؟ قمح. فإذا كان المسلم فيه قمح وتعذر، قمح أو طعام، وتعذر على صاحب السلعة أن يوفيه، اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يصرفها إلى غيرها، لا يجوز أن يصرفها إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام قبل قبضه، كما هو في الصحيحين، نهى أن يباع الطعام قبل قبضه. فلهذا من أسلف في طعام وتعذر على صاحب السلعة أن يوفيه إياها، لا يجوز له أن يصرفها في غيرها، فيكون صاحب المال بالخيار: إما أن يمسخ ويسترد المال، وإما أن يؤجل إلى ثمن إلى أجل آخر. المشروبات، نعم، المشروبات. واضح؟ طيب أما إذا كان المسلم فيه غير طعام، كأن يكون عروض، مثلا أنت اتفقت معه أنه يأتيك مثلا بأقمصة من النوع الفلاني، بالمقاس الفلاني، بالقماش الفلاني، أن يأتيك مثلا بألف حبة. لما جاء الأجل لم يجد الأقمصة، فجاءك مثلا بسراويل، أو جاءك مثلا بقماش. فإذا كان التوفية من غير الجنس وليس بطعام، هنا وقع الخلاف. ذهب جمهور الفقهاء، وهو قوم الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد كما قال المصنف، إلى أنه لا يجوز كذلك أن يأخذ غير ما اتفق عليه في السلم، مثل ما قلنا في الطعام. واضح؟ فيكون قد تعذر عليه الإتيان،
فإما أن يفسخ وإما أن يردره إلى أجل آخر. وذهب المالكية وقول عند الحنابلة إلى أن هذا يجوز، إلى أنه ليش لا حرج أن يجوز، لا حرج في جواز ذلك بشرط أن يسلمه في نفس الوقت. يعني جاء الأجل، جاء الشرط، طيب قال أعطيني الأقمصة، قال والله ما استطعت لكن عندي صراويل بنفس الثمن الذي أنت قلته. فإذا قال له خلاص أنا موافق وأخذها في نفس اللحظة في نفس الوقت جازت العملية، وعند الجمهور إيش؟ لا يجوز. طيب لا يجوز يعني يحرم؟ نعم يحرم. نعم نعم يحرم. يحرم لو قبل، لو قبل تفسخ، أي لأن من البيوع دخلنا في البيوع الربا. طيب ما هو دليل الجمهور؟ الجمهور قالوا نحن عندنا حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود وابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وأما المالكية فقالوا إن ثبت عن ابن عباس أنه أفتى بجواز ذلك، أفتى بجواز ذلك. وأما حديث أبي داود فهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. الجمهور يقولون ما ذهبوا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. والخلاف في هذه المسألة راجع إلى هذه المسألة وكنا ناقشناها من قبل، هل يجوز للإنسان أن يبيع الشيء قبل قبضه؟ فقلنا إن المالكية وسعوا والجمهور ضيقوا، والمضار في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقط عن الطعام، فهل يلحق غير الطعام به كما يفعل الجمهور أو أنه لا يلحق كما يقول المالكية؟ فلهذا المالكية قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الطعام قبل قبضه مقصور عليه، فلهذا السلم هنا إذا كان عرضا وأحاله بعرض وكان حالا كانت مثل المقاصة فتجوز العملية. وفي نظري ما ذهب إليه السلم المالكية الأرجح، واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنها من باب المقاصات، وكذلك لا يقولها النهي، مع أن الحديث الذي روي في سنن أبي داود حديث لا تقوم به إيش الحجة، وثبت عن ابن عباس أنه أفتى بجواز ذلك. طيب هذه بالنسبة للمسألة التي قالها إيش المصنف الآن في أنه لا يجوز أن يقرأ ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم لم يصرفه إلى غيره مطلقا، لهذا قال في شيء. أما في كتب المالكية تجد يقول ومن أسلف في طعام فلا يصرفه إيش إلى غيره. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. طيب. الآن تكلمنا على صاحب السلع، هل يجوز له أن يستبدلها بسلعة أخرى أم لا؟ الآن نأتي إلى الذي اشترى، هو اشترى قنطار من القمح إلى أجل. طيب هو هل يجوز إذا قبض السلعة جاز له أن يتصرف بها، لكن قبل أن يقبضها وقبل أن يأخذها، مثلا هو اتفق معه أن يسلمه أو أن يسلفه بعد شهر قنطار من القمح، هذا الرجل قبل ما تنتهي المدة وبقيت على مدة التسليم 10 أيام ذهب وجعل صفقة بيع مع شخص آخر على نفس الشيء المسلم فيه، فهل يجوز هذه العملية أم لا؟ لهذا قال المصنف ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، فأنه يقول لا يجوز لصاحب الذي سوف يمتلك السلعة، لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بعدما يقبضها. واضح؟ وكذلك المسألة هذه دائرة في على قسمين، إما أن يكون المسلم فيه طعام أو ليس بطعام، فإن كان طعام اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد قبضه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام حتى يقبض، وبينا هذه المسألة لما تكلم عليها المصنف من قبل.
طيب أما غير الطعام فالجمهور ألحقوا كل الأمور به، فقالوا لا يجوز له أن يبيع أي شيء أسلم فيه إلا بعدما يقبضه، وذهب المالكية إلى أنه يجوز مطلقا لكن بشرط أن يكون يدا بيد. مثلا أنا أسلمت لك أنت مثلا 1000 قميص لمدة شهر، وأنا أعطيتك المبلغ على أساس أنك بعد شهر تسلمني، لما بقي مثلا 20 يوم شهر في أي مدة ذهبت لك وقلت لك هل تشتري أنواع أقمصة من نوع كذا وكذا وكذا، العملية هذه الجمهور يبطلونها، يقولون لا يجوز لأنني أنا أتصرف في الشيء الذي اشتريته إلا بعدما ينتهي الأجل وأملكه. المالكية قالوا إذا كان غير الطعام يجوز لي أن أتصرف فيه، فأعمل فيه إيش؟ أعمل فيه سلم آخر، فأسلم فيه إيش؟ بسلم آخر، لكن بشرط أن يكون حالا. فلا بد أن تسلمني أنت المبلغ الآن، واضح؟ فأنا آخذه بعد انتهاء الأجل وأسلمه على الأجل الذي ضربته، واضح؟ يعني الثمن يدا بيد، لابد أن يكون الثمن يدا بيد سلم. وقلنا إن السلم يشترط فيه إيش؟ أن يكون إيش؟ إلا المالكية لو يومين أو 3 لا يؤثر، كذلك نفسها تبقى نفس الاضطرار لنفس العملية. يعني أما إذا تأخر، نعم هذه كلها عندهم 2 أو 3 كنا خارجة عن المخفف فيهم، لكن يشترط أن يقبض رأس المال، وإلا كان بيعه الكاري من الكاري. ليش صاحب البضاعة الآن يلتزم؟ هو يعني أنا ما حسلمك بسلمك يا ربنا بالوقت، لكن أنا ممكن أمن غيره. ما طيب أنت أين المشكلة؟ أنت لست ملزم بأن تأتيني بتلك التي في يدك. أصلا لا يشترط كما قلنا، لا يشترط للذي يسلم أن يكون يمتلك السلعة. مثلا الأخ أنا اشتريت منه 1000 قميص لا يشترط أن يكون هو خياط، لأن هو يأخذ المبلغ ثم يسافر إلى البلد ويبحث في الأسواق ويشتري. المقصود صاحب المال، لأن الآخر ما هو في ملكه، وإنما المقصود الذي قام بالعملية لا يجوز له أن يتصرف في إيش؟ في شيء ما كأنه يبيع ما لا يملك. لكن قلنا نحن إن السلم مستثنى من بيع ما لا يملك، ومثلا الأسواق العالمية الآن كلها قائمة على هذه العملية، بيع الأجل. لابد أن يضع هناك أجل، وإلا مثلا الآن نضرب مثال، مثلا لما تذهب أنت إلى السوق، مثال بسيط، مواد التنظيف السعر كيف استطاع هو أن يضع لها سعر تسعيرة؟ لأن مواد التنظيف مثلا كلها مشتقة مثلا من البترول، هو البترول يشتريه عن طريق الدفعات، واضح؟ طيب ما لم يشترى عن طريق الدفعات، الآن صاحب المصنع جعل مع الوسيط في بيع البترول عملية سلم، يقول له بعد 7 أشهر سلم لي مثلا 5000 برميل بالمواصفات كذا كذا، ثم يعطيه النقد. هو على وفق هذه يبدا ايش؟ يصنع وبعدين ينزل الى ينزلها الى السوق. هو قبل ان ينزلها الى السوق اكيد هو نظر الى من يشتري منه، والا العمليه تمت قبل ان تتم العمليه هذه، واضح؟ الان هو لا يمكن ان يصنع الا اذا كان هناك طلب. المصانع ما تصنع وتكدس، وانما تعرف بان الشركه مثلا المحل الفلاني ياخذ منه 1000، المحل هذا الاخر ياخذ كذا، فهو يصنع بالكميه، ولا هو ما يستطيع يخزن،
فيها تأمين وفيها تخزين وفيها ممكن حرائق وفيها كذا، فلابد كلها تتم عن طريق عملية مضبوطة. فهو سوف يسلم، ولهذا هو كذلك إيش سوف يبيع. لهذا أنتم تجدون السعر دائما ثابت. مثلا الذي يتحكم في الأسعار مثلا الآن البترول يطلع وينزل. طيب كيف المواد هذه ما تغيرت أسعارها؟ لأنه هو كلهم قاموا بعملية سلم مزدوج. وهذا يسميه الحنفية إيش الاستصناع المزدوج، بناء على ما اشترى يبيع. بلا على ما اشترى يبيع، فلهذا هو يكون قدر قد يكون طرح القيمة. ولكن يكون طرح القيمة إلا إذا كان إيش فعل سلما من هذه الناحية. وما ذهب إليه قول المالكية هنا أقوى من جهة النظر، وخاصة وأن لما تكلمنا في الدرس السابق على بيع المال يقبض، قلنا الأقوى أنه خاص بالطعام ولا يلحق غير الطعام به، فالأمر في ذلك واسع. فلا حرج أن يبيع صاحب السلم السلعة قبل أن يقبضها، بشرط ألا تكون طعام وأن يمسي وأن تكون إيش أن يكون البيع حالا. نعم. مستثنى الطعام فيه؟ الطعام نعم، الطعام لا يجوز باتفاق. مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال حتى يجي فيه صاع البائع وصاع المشتري. وكنا بينا مسألة الطعام في البيوع المنهية. نعم. على قول المالكية صحيح. المالكية عندهم يجوز بيع السلم إذا كان عرضا قبل أن يقبض، بشرط أن يكون إيش أن يكون يدا بيد. المالكية يفصلون يقولون طيب هذا إما أن تبيعه من صاحبه وإما أن تبيعه من غير صاحبه. مثلا أنا اشتريت منه 1000 قميص إلى مدة شهر. طيب هو يريد هو يعود يشتريها مني، حصل مثلا صفقة أخرى، فيريد هو يشتريها إيش؟ صاعينه هنا عينه. لا ما صاعينه، لأن الآن غير الثمن غير المقصود، مقصود السلعة بحد ذاته. فإذا كانت يقول مالك إذا كان يبيعها من نفسه من نفس صاحبه، لا بد أن يبيعها بنفس الثمن أو أقل، لا يجوز له أن يبيعها بأكثر. أما إذا باعها من غير صاحبها جاز أن يبيع بنفس الثمن أو بأقل أو بأكثر. سواء الطعام لا يجوز اتفاقا. ما قلنا الطعام لا يجوز اتفاقا، الطعام له خاصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الطعام حتى يستوفى، وقال عبد الله بن عمر كان أصحاب الأسواق يضربون على بيع الطعام حتى يفوزوه إلى رحالهم. وقلنا نتكلم عن هذه المسألة من قبل، وقلنا الجمهور وسعوا وألحقوا غير الطعام بالطعام، والمالكية قالوا لا هذا معلق بالطعام فلا ينقص منه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. مثلا هذه المسألة قلنا من يخالف في هذه المسألة؟ المالكية. المالكية. ومثلا ابن قدامة رحمه الله عليه في المغني نقل الاتفاق على عدم الجواز، قالوا ولا نعلم في ذلك خلاف، مع أن مذهب المالكية قائم على الجواز. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. ولا الحوالة به. الحوالة عند الفقهاء هي مثلا أنت تطالبني ب5000 درهم لا قدر الله، لك علي 5000 وأنا أطالب الأخ ب10000. أنت تطالبني ب5 وأنا أطالبه ب10، فأقول لك يا أخي أنا أحبك، أقول لك أنت الخمسة اللي علي بما أنني أنا أطالبه بأكثر من المبلغ أنت خذها منه. وهنا إذا قلت لك على القول الصحيح أنت ملزم بأن تحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليحتل. على مليء يعني ما أحيل على إنسان كذلك ما عندك، وإنما هو يطالبني أنت تطالبني وأنا أطالبه، فأحول ديني عليه. هذا تسمى إيش؟ تسمى حوالة. طيب الآن إذا جاءت في عملية السلم، أنت الآن لما أعطيتك أنا المبلغ أو الأخ لما أعطيتك المبلغ ستسلمني كم؟ 1000 قميص. طيب أنت ذمتك مشغولة ب1000 قميص وأنت تطالب الأخ مثلا ب2000 قميص، لأن هذه العملية كلها الناس يبيعون كلها سلم،
فأنت تقول لي أقمصك التي تطالب بها وحيدك على المصنع مباشرة تمشي تأخذها منه، هذا تسمى إيش؟ تسمى حول. ماذا قال المصنع؟ ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. قال المصنف ولا تجوز الحوالة في ذلك، ويكاد يتفق الفقهاء على أن الحوالة لا تجوز في الشيء المسلم فيه. الحوالة لا تجوز في الشيء المسلم. لماذا؟ قالوا لأن الحوالة الأصل أنها تابعة إلى الدين المستقر في الذمة، والسلم قلنا هو إيش؟ هو مستقر في الذمة، هو غير مستقر في الذمة لكن ليس بعينه. واضح؟ فأنا لما طلبتك بالألف قميص، الألف قميص هذه عين ولا ذمة؟ هذه ذمة، لأنك أنت إذا جئتني في ذلك الأجل، إذا جاء الأجل وجئتني بأقمصة ألف وقلت لك لكن هذه ليس من التي اتفقنا عليها، فأنت طالب بأن تأتي بأقمصة أخرى، ولا أقول لك أنا بمجرد ما جئتني بالأقمصة خلاص أنا أرفض هذا. واضح؟ فإذا قلنا بيع السلم هو بيع إيش؟ بيع ذمم. وقلنا هذا شرط السلم أن يكون بيع إيش؟ أن يكون بيع ذمة موصوف لا يقع على شيء معين، ولكن الدين الذي استقر أنت عليك الذي ستحال عليه هو إيش؟ هو دين ثابت في ذمتك، فلهذا لا يجوز أن ينتقل ذمة إلى دين مستقر. واضح؟ ولا تحتاج شرح. انتقل الذمة إلى عين، لأن الدين صاحب الآخر دين. موجودين فانتقلت الذمة إلى عين إيه؟ نعم. لا، أنا أطالبك أنت بذمتي وأنت تطالب الشخص الآخر عينا، لأنني أنا أحدت على دين. الدين مستقر، الدين مستقر في إيش؟ الدين مستقر في الذمة، ولكن الحوالة أو السلم هو يعتبر في الذمة. أعد عبارة المصنف. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. ولا الحوالة به. اسمع يا أبا يوسف، أنت تطالب الأخ بقنطار من القمح دينا، أنت تطالب دين، واضح؟ هو جاء واقترض منك ألف قمح، قنطار من القمح، اقترض منك قنطارا من القمح على أساس أنه يرده لك بعد شهرين. جيد. طيب، هو ذمته مشغولة بإيش؟ بدين الذي هو إيش؟ قنطار من القمح. فأنت جئتني وقلت لي هل تشتري قنطار من القمح بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا؟ أقول لك نعم. تقول لي إلى شهر، فأدفع لك المبلغ. لما تمسك المبلغ أنت تقول لي ترى أنا أطالب فلان بقنطار من القمح، روح أنت أخذها منه. القمح العملية التي تمت بيني وبينك عملية إيش؟ سلم. لكن العملية التي تمت بينك وبينه إيش؟ دين. فلهذا لا يجوز أن تحيل ما كان ذمة على دين. واضح؟ لهذا المصنف قال ولا يجوز الحوالة به، ويكاد يتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الحوالة في الشيء المسلم. لهذا، لأن أنا هو يطالب بقمح معين، وأنا أطالب بأوصاف. ليش قمح معين؟ واستهلك القمح. دين. ممكن نرد دين قمح موصوف. قمح موصوف. نعم، لكن هو صفة، هو عينا وأنا صفة، وهذه الفرق بين بيع الغائب وبيع السلم. بيع الغائب بحيث أنه إذا جاءه شيء معروف، معروف
فإذا جاءه بهذا الشيء وهو كان مختلفا انفسخ. أما الآخر ما ينفسخ لأنه مطالب فيه في الدم فيستطيع أن يعوضه، فهو يطالب بشيء معين وأنا أطالبه بذمة، فلهذا لا يجوز أن تحال من حاله. شيخ ليش ما أقول هذا بيع كالة بالكالة؟ لا يمكن بيع بالكالة بالكالة. دين بدين. ما واضح إنه دين. كالة بكالة. لا ليس ليس بذلك. وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. ترى مسائل السلم من أشهر مسائل الميول. لهذا حتى لما تقرؤون في كتب الفقهاء يكاد تتجرد كتب الفقهاء من القواعد، بل كلها عبارة عن أمثلة، كلها عبارة عن أمثلة، من أسلم في القمح، من أسلم في الزيتون، من أسلم في كذا. أما كقواعد تضبط الباب قل من، حتى الإمام الماوردي رحمة الله عليه الذي يعتبر إمام هذا الفن في التقعيد ما جاء بشيء في كتاب السلم في الحاوي، كله عبارة عن أمثلة واستقصاءات في ذلك. أما كضبط الباب كقواعد ما لهذا الأحاديث كلها لا يوجد في السلم إلا حديثين أو اثنين، فاللهم من باب الحق ببيع ما لا يجوز أو بالأصول التي هي في كتاب المبيع. نعم. وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. طيب وتجوز الإقالة، قال المصنف رحمه الله في الكتاب الآن يريد أن يعلم، فجاءك إذا تنظر في المسائل التعدد بمسألة تجوز وهي إذا تعدد الأجل، وجاءك بمسألة لا تجوز إذا تعدد الثمن، والآن جاءك في بمسألة لا تجوز وهي الحوالة وبمسألة تجوز وهي الإقالة. قال ويجوز الإقالة في السلم أو في بعضه لأنها فسخ. طيب نحتاج إلى معرفة ماذا الإقالة. الإقالة هي أن يتم البيع بين الشخصين ولكن يندم أحدهم، يندم إيش أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مؤمنا أقاله الله، وحبت الشارب على الإقالة. أنت مثلا بعت لسيارتك ب5000 وأنا أخذتها وأعطيتك المبلغ، لما ركبتها ما وجدت فيها عيب لكن ما أحببتها، لأن البيع تم، أنت مسكت الثمن وأنا مسكت المثمن، لكن أنا نفسي سخطت عليها لم أجد فيها عيب، لأن إذا وجدت عيب سترد من باب الرد بالعيب، لم يوجد فيها عيب، فأقول لك يا أخي والله أنا ما أردت هذا البيع فأقيمني، فتقول لي حق، تأخذ سيارتك وترد لي المبلغ. واضح؟ هذه تسمى إيش؟ تسمى الإقالة. طيب أنت لست ملزم لكن الشرع ندبك إلى ذلك وقال أقيل عثرة المؤمن. واضح؟ لأن هي ليست من باب الإلزام، وإنما يندب للمؤمن أن يقيل أخاه في البيت. طيب إذا وقع بيني وبينك سلم، الآن أسلمتك في 1000 ثوب وعطيتك 2000 درهم، بعد 15 يوم أنا ظهرت لي بأن ما أريد هذه السلعة، فأقول لك يا أخي هل يمكن أنك تقيضني؟ فتقول لي حاضر وترد لي المبلغ. واضح؟ فالإقالة هنا كما يقول ابن المنذر أجمع العلماء على جواز الإقالة في السلم بالاتفاق، يجوز أن تفسخ عملية إيش؟ عملية السلم، لكن بدون شروط، يرد له المبلغ وتنقبل معه. لا إذا كان بالشرط فلا يجوز لأنه من باب ضع وتعجل، أما إذا كان أراد أن يعطيه من باب أنه أحسن إليه لا حرج في ذلك، خيركم قضاء، أما إذا كان من باب الاشتراط فهذا لا يجوز إلا إذا كانت بين، سوف نأتي إلى الصورة. طيب المصنف قال إن الإقالة جائزة أو في بعض الإقالة، أنا الآن كم اشتريت منك؟ 1000 ثوب ب2000 درهم، جئت وقلت لك يا أخي أنا ما أريد 1000 ثوب أريد بس 500،
فهل يمكن أننا نتم السلم على 500؟ تقول لي نعم فترجع لي 1000 درهم. واضح؟ هذه الإقالة في إيش؟ في البعض. أعلم هذا القول محمد. وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسقة. تجوز الإقالة فيه أو في بعضه. أما الإقالة فيه بهي أنها تكون كاملة وتنهى السبقة كلها فهذا لا حرج فيها. أما إذا كان في البعض فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء. وقع الخلاف إذا كان في البعض. فذهب جمهور الفقهاء من السادة الحنفية والشافعية في قوله والحنابلة في المعتمد كلاهما على أنه لا حرج وتجوز الإقالة في السلم في كله وفي بعضه. الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية وقول عند الحنابلة إلى أن الإقالة في البعض لا تجوز. أن الإقالة في البعض لا تجوز. إما أن يقيله في الصفقة كلها أو تستمر الصفقة. أما أنه يجمع بين إقالة وبيع في نفس الصفقة لا يجوز. لا هنا كلها سنيان طعام على معنى لأن إذا رد له سيرده المبلغ. فلهذا لا يوجد خلاف بين العروض والطعام وإنما الآن خلاف هل يجوز في البعض أو لا يجوز. إذا تمت الصفقة كلها وألغيت الصفقة كلها وأقيلت كلها بالاتفاق يجوز. لكن إذا وقع في البعض فالجمهور يجيزون والمالكية لا يجيزون. طيب ما لماذا المالكية لا يجيزون؟ المالكية يقولون إذا أقاله في البعض وأمضى البيع في البعض جمعنا هنا بين بيع وبين ما يشبه القرض فيكون من باب القرض الذي جر منفعة. لأن المالكية يقولون بسد الضرائب. فلهذا قالوا إن هذه حيلة إلى بيع ربوي. فلهذا إما أن يقيله في كل أو لا يقيله فيكون من باب القرض الذي جر منفعة. أي قد وأما الجمهور فقالوا بما أن الإقالة هي مندوب إليها وجازت في الكل جازت في البعض. واضح؟ لأن الجمهور لا ينظرون إلى الضرائب الربوية. ما ضربنا مثال مشكلة أن صاحب لا قمص ذهب طيب في البعض ولا في البعض؟ يعني كيف صارت بيع وقرض؟ 2500 و2000 يعني كيف؟ طيب الآن أنت جئتك وقلت لك تبيعني 1000 قميص بالمواصفات الفلانية من القماش الفلاني من النوع الفلاني ب2000 درهم إلى شهر. قلت لي حاضر فأخذت أنت المبلغ صح؟ ما هي العملية بيني وبينك الآن؟ سلم. فذمتك أنت مشغولة ب2000 قميص. بعد 10 أيام أنا جاءتني ب2000 قميص حتى أمشيها في السوق ما بقدر فأريد فقط 500. فآتي أقول لك يا أخي أنا الآن اشتريت منك 1000 قميص ما رأيك لو تبيع لي فقط 500؟ طيب أنت إذا وافقت إذا البيع استمر في 500 والـ500 الثانية ماذا وقع فيها؟ سيقع فيها فسخ. فإذا أنت ستضطر أنك ترد لي مبلغها. واضح؟ الآن المالك يقول جمع هنا بين بيع وبين إقالة فكأنه قرض جر منفعة وهو القرض الذي أخذته أنت. أخذت 500. أي منفعة شيء؟ منفعة منفعة البيع. ما في منفعة. لأنه لا. إذا أقال سيرده المبلغ في الحال. لا لكنه استفاده من المبلغ الذي أخذه. قد يكون بالعكس تتضرر. اشترى البضاعة وصل البضاعة دفع. لا هو إذا تضرر ما ي... هو إذا تضرر ما يقيم. وإذا لم يتضرر ما في ضرر. لو أعاد له المبلغ الآن أنا طلبت 500 فرضيت بالإقالة
فقال هذه ثمن 500 الأولى ما لم يستفد منها البائع. أولا كانت على اتفاق. لكن ممكن يستفيد المالكية يقولون من هذا، لكن الجمهور يقولون بمثل قولك. الجمهور قالوا بما أن الإقالة في الكل جائزة، فإذا فالبعض كذلك تجوز ولا يمكن هناك أن تكون شبهة ربا. وما قال الجمهور أقوى من جهة النظر، ولا حرج أن يقيله في الكل أو يقيله في إيش في البعض. طيب سبب الخلاف هنا هي في الإقالة في حد ذاتها، ماذا قال فيها المصنف؟ وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. لأنها فسخ، هنا مربط الخلاف في حكم على الإقالة. الإقالة أنا لما بعتك مثلا سيارة بخمسة ألاف وأنت أعطيتني مبلغ وأنت أخذت سيارة ثم قلت لي يا أخي أنا ما أردت فلو تقلني فتسترد الخمسة وتأخذ إيش السيارة. هذه العملية هي عملية الإقالة، يختلف الفقهاء في تكييفها، هل هي فسخ وإبطال للعقد الأول أو هي إنشاء عقد جديد؟ أنا اشتريت منك السيارة بخمسمية ثم أبيعها لك بخمسمية، فالمالكي يقول إن الإقالة بيع، والجمهور يقول إن الإقالة فسخ. بيع كيف إذا كانت في البعض؟ لا، هي الإقالة الآن إذا تمت بيني وبينك إقالة، إذا كانت في الكل فهي فسخ. لا، مالك يقول هي بيع. كيف بيع؟ رجعنا للملكية. لأنك هي دخلت في ملكك، قالوا لا نسميها فسخ لأن موجبة الفسخ غير موجودة، الملكية انتقلت 100% بدليل أنت تضمنها وأنت لست لا يمكن أن تجبر على الإقالة، بل هي محض تطوع. التطوع من كونك الآن تخرجها من ملكك وتنقلها إلى الملك الآخر لابد أن يكون عن طريق بيع آخر، واضح؟ فلهذا لم يجوزوا في البعض لأنها عبارة هنا بيع ثاني، بيع ودين، بيع ودين، لهذا قلنا هو قد جرى منفعة، واضح؟ أما الجمهور يقول لا، الإقالة هي ليست بيع، هي فسخ للبيع الأول، وهذه سوف نتكلم عليه إن شاء الله لما يتكلم المصنف عن الإقالة وذكر أحكامها، لكن أنا أرى أن أقوى وأرجح على أن الإقالة فسخ، أن الإقالة فسخ، وخاصة إذا كان بنفس الثمن فهي تعتبر فسخ وليس إنشاء لعقد جديد. قول الجمهور أرجح في المسألة. قول الجمهور أرجح، وقلنا لا حرج أن يقيله في الكل أو يقيله في البعض. وبهذا يكون المصنف قد أكمل كتاب المصنف السلام. وننتهي هنا. نعم.